أهلا بكم. سلطت التسريبات الصوتية لزعيم حزب الدعوة نور المالكي مزيدا من الضوء على العقلية الطائفية للطبقة السياسية التي سلمها الاحتلال الأمريكي حكم العراق في العام 2003، وعلى حجم العداء بين أطراف العملية السياسية والصراعات الدموية البينية بينها ومستوى فساد الميليشيات المتصارعة، لا سيما مكونات ما يسمى بالبيت الشيعي وارتباطاتها بالخارج، وكيف أن إيران تحارب مع كل واحد منهم ضد الآخر أيضا، وفشل هذه القوى الميليشياوية في التخلص من موروثها الطائفي الدموي القمعي على الرغم من مضي 20 عاما على وجودها في السلطة. العقلية الطائفية والنزعة الثأرية الانتقامية للقوى السياسية الطائفية على خلفية تسريبات المالك الصوتية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي أضافته تسريبات المالك الصوتية لفضح وفهم العقلية الطائفية والنزعة الثأرية الانتقامية لطبقة الحكم الطائفية في العراق الجديد؟ ولماذا لم تستطع طبقة الحكم الطائفية في العراق التخلص من موروثها الدموي القمعي ذي الطبيعة الطائفية بعد 20 عاما من وجودها في السلطة؟ وما تفسير تمسك هذه الطبقة الطائفية بثقافة التخوين والنزعة الجامحة للاغتيالات والتصفيات الجسدية والهوس بسفك الدماء؟ وهل بقي من شك بعد تسريبات المالك الصوتية من أن كل الدماء التي أريقت بعد العام 2003 تتحمل مسؤوليتها هذه القوى الطائفية الدموية؟ وهل يمكن إعادة بناء الدولة العراقية استنادا إلى الانتماءات الطائفية والعرقية والولاءات الخارجية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الوهاب القصاب، فارس الخطاب. لا غرابة أن يكون وضع العراق مثل ما هو عليه الآن من دمار وخراب إذا كان من يحكمه صاحب التسجيل الصوتي المسرب نور المالكي وشركاؤه، تسجيل ينضح بالحقد الطائفي والانحطاط الأخلاقي والفقر السياسي، تسجيل يكشف أن المالكي وشركائه يتعاملون مع العراق كما لو أنه ملك شخصي يتصرفون به وفق هواجسهم الطائفية، ولذلك يعتبر خسارته للحكم هي خسارة للهوية الطائفية التي يريد للعراق أن يتمثل بها. المرجعية خسارة طبعا مشروع، ولا أن الحدث سيقلب الطابع عليهم وعلينا وعلى التشيع. وعلى مبدأ إما نحن أو فليذهب العراق إلى الجحيم يكشف مقطع من التسجيلات المسربة عن مخطط تعده الميليشيات لإحداث اضطرابات أمنية تحت مسمى الثورة المدعومة من خامنئي، والغرض من ذلك إدخال الشارع العراقي في أتون حرب تمكن الميليشيات من إحكام القبضة الطائفية على كل شبر من أرض العراق. احنا عندنا مخطط على مستوى العراق وبعدين يتطور دولي بأنه راح نفرها ونجيبها منا، رجع زمام الأمور بيدك، الله يشهد عليه وحق هذا المي باكر يغسلها. احنا راح نشكل، حكيت راح نشكل جيش بكل المحافظات، ثورة نسوي ثورة بكل المحافظات زين، والشروط التعجيزية بكل المظاهرات تعرف يراد لها أمور يراد لها شغل يراد لها، احنا نريد فقط الغطاء، الغطاء احنا نريد مباركة الإمام الخامنئي. هذه التسجيلات المسربة ترسم المشهد السياسي الحالي بشكل واضح وتسلط الضوء على طبيعة الصراع الذي وصل إليه شركاء العملية السياسية، فلم يتوقف الأمر على تمزيق البلاد على أساس طائفي وإنما على أساس حزبي يخلو من أي حس وطني، وكأنما أقبية السياسة باتت محطة لمراهقين طائفيين مهووسين بالقتل والإجرام والصراع على ثروات البلاد مقابل سحق الشعب العراقي وقتل مستقبله. هذا كلام كل اللي يقولوا له سلم نفسك، وهناك ناس بالساحة موجودين يخلي يسلمون أنفسهم متهمين باتهامات مباشرة. لسان حال المالكي يقول: لا تعتقدوا أنني المجرم الوحيد في هذه الساحة، كل من يحكم العراق بعد عام 2003 هو نسخة عني. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في العقلية الطائفية والنزعة الثأرية الدموية للقوى الطائفية والميليشيات في العملية السياسية في ضوء
التسريبات المالكي الصوتية. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا من واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسة، وأيضا سيكون معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس الخطاب. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. ونبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، هذه التسريبات التي سربت أو فضحت أو قدمت عن حديث المالكي مع عدد من عناصر وزعماء الميليشيات، أضافت شيء لناحية فهم الطبيعة والعقلية والبنية الطائفية والثأرية والدموية للميليشيات والأحزاب الطائفية التي تشكل أو تكون العملية السياسية؟ أضافت شيء، فضحت شيء، أم أن الأمر مفضوح فقط سلطت مزيد من الضوء على هذه العقلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ ماجد وحييك وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة ربما واحدة من مما أضافته هذه، يعني أضافت هي هذه التسريبات، أضافت أنه كل الخراب والدمار الذي حل بالعراق من 2003 إلى اليوم الآن يأتي على يعني ألسن من يحكمون العراق. يعني كانت القوى المناهضة، القوى الشعبية كلها تتهم أعداء العملية السياسية. نعم، هم اللي يسموهم أعداء العملية السياسية يقولون هذا الكلام. نعم، وهو واقع الحال يؤكد هذا. لكن أن يأتي الكلام عن هذا الموضوع، عن هذا المشروع على ألسنة قادتهم وشاهدوا من أهلها، هذا يعني من لسانك ودين، فهذا هو هذا المهم في هذه القضية. ولا كل الذي قاله نور المالكي هو معروف، ولا العراق ما كان وصل إلى هذا المستوى من الانحدار، ما وصل إلى يعني قعر الهاوية لو كان الأمور بغير شكل، لو كان هناك حكمة، لو كان هناك إرادة وطنية، لو كان هناك عقول، لو كان كل هذا لو كان موجود، ما كان لو كانت هناك يعني إرادة وطنية وحكومة وطنية، ما وصلنا إلى هذا المنحدر. لكن واقع الحال كان يؤكد هذا الحال، وهم ينكرونه ويتبجحون بطريقة غريبة عجيبة، يقتلون الناس ويذبحونهم لأنهم ويتهمونهم بأنهم أعداء الديمقراطية وأعداء الحرية وأعداء تقدم العراق، وفي في في أماكن أخرى يتحدثون عن أعداء المذهب وأعداء بهذه الطريقة. لكن أن يأتي الحديث على لسان يعني كبيرهم الذي علمهم كل هذا الجهل وهذا الخراب، نور المالكي اللي اختاروه 8 سنوات ليقود العراق، أنت تجد الحقيقة يعني لا أقول تندهش، لكن لم يعد للباقين في العملية السياسية أي قدرة الآن. لو كان عندهم ذرة من حياء، ذرة من خجل أن يتكلموا بأي شيء، لأنه هذا الذي اختاروه 8 سنوات يقود العراق بهذه الطريقة، هذا تفكيره، هاي ضحالته. طيب، هل هم يعرفونهم؟ لا يعرفون. إذا كانوا لا يعرفونه تلك مصيبة، وإذا كانوا يعرفونه فالمصيبة أكبر. وهم يعرفونه، يعرفون هذا تفكيره وهذا مستوى ضحالته وهذا هذا المستوى الخبيث من التفكير في تدمير العراق وحكم عقلية العصابات والميليشيات والسرقة والنهب والتخطيط للتآمر على العراق، هذه كلها ورهن إرادة العراق بيد الغير. ولا يعني عندما تسمع التسريبات تتصل إلى أنه روحوا إلى الحرس الثوري ولا تروحون إلى الطلاعات، لا يمكن لرجل يدعي أنه قاد العراق 8 سنوات وفعلا كان رئيس وزراء العراق أن يقول لمن يحكمون العراق اذهبوا إلى قيادات وقوى خارجية استعينوا بها على العراقيين. هذه كارثة كبيرة، وكل القوى هذه شريكة نور المالكي. يعني نعم، الشعب كان يهتف نور المالكي كذاب نور المالكي، لكنه الآن يصدق في كل ما يقوله، هو صادق. يعني عرّى الصورة وعرّى صورته، هذا واقع الحال وهي التي يعرفها الشعب الحقيقة. فبالتالي أنت أمام تسريبات الحقيقة لا أقول ضافت شيئا جديدا للشعب العراقي، بقدر ما أضافت أنه جاءت على ألسنتهم، جاءت على لسان من يدعي غير ما يفعل. يعني هم يدعون حفاظهم على العراقيين، على العراق، وقوفهم ضد أي تدخلات خارجية، مع سيادة العراق، مع استقلاله، وإذا بهم مجموعة من العصابات ميليشيات لا يهمها إلا الدم والخراب والدمار والفساد. هذا واقع الحال، وهذا ما
جرى فيه الحديث طوال هذه التسريبات وطوال حديثه، وكل واقع الحال كان يؤكد هذا وكانوا يرفضونه. لذلك حتى من الآن من قوى السياسية التي تدين أو جاءت أسماءها، يعني هو يتكلم عنهم أو ينتقدهم أو يشتمهم، هؤلاء يعني في الهم سوف، هم بنفس المستوى، يعني لا يزيدون عنه شأنا، لأنه هم رضوا به أن يكون معهم في نفس المركب وأن يقود المركب. الآن يعني هي هذه ربما تلخص القضية، أنه السراق عندما يختلفون تظهر السرقة. نعم. نتحول إلى واشنطن مع ضيفنا دكتور عبد الوهاب القصاب. مساء الخير دكتور. أهلا دكتور. استمعت كما استمع الآخرون من العراقيين والرأي العام في العراق إلى هذه اللغة التي جاءت على لسان زعيم حزب الدعوة المالكي، لغة الثأر، الانتقام، سفك الدماء، هو وزعماء الميليشيات. الحقيقة لم يوفر أحدا لا من المخالفين ولا من الحلفاء ضمن ما يسمى بالمكون الطائفي الشيعي. هذه الطبقة الآن هي في الحكم، تحكم منذ 20 عاما، لكن مع ذلك لم تستطع، لم تنجح أن تتخلص من موروث القمع الدموي الذي كانت عليه أيام ما يسمى بالمعارضة، في معارضتها قبل عام 2003. الآن هي سلطة تتصرف بنفس عقلية المعارضة، والمعارضة الطائفية وليس المعارضة الوطنية. السلام عليكم، تحياتي لك العزيز ولكل من ضيفيك، أخي وصديقي العزيز الدكتور رافع وأخي وصديقي العزيز الدكتور حضر. أهلا وسهلا دكتور. وللسادة المشاهدين، يعني ثمت ملحوظة مهمة جدا أود أن أضيف للمداخلة الثرية التي تفضل بها أخي العزيز المهمة. ثمت مفارقة وتشكل علامة حقيقة على صفحة في هذه المرحلة، لم يعد أحد يتحدث عن العراق، الكل الآن يتحدث عما يسمونه بنصرة المذهب. ومجرد أنهم تقوقعوا حول ما يسمى بنصرة المذهب، وأنا لا أعلم أي مذهب هذا الذي يريدون أن ينصرونه، يعني مذهب الصفويين واضح، كل ما يتحدث عن التقوقع حول نصرة المذهب هذا يعترف اعترافا كبيرا بأنه لا يمثل العراقيين كلهم، ويقودون هذا إلى استنتاج مهم جدا، أنهم يتحدثون بمفهوم الأقلوية. ولأنه خطابهم في هذا الوقت كلهم بدون استثناء يتحدث عن مرجع موجود وراء الحدود الشرقية مختلف على مرجعيته في بلده نفسه، واختصب هذه المرجعية بالدم بالحرس الثوري، وهو الذي يدعو إليه نور المالكي حاليا بترك الطلاعات كما قال والاعتماد على الحرس الثوري. هذا يعني بأنه لم يكن ولم يعد عراقيا، إذن هو عبارة عن قوة مفروضة من وراء الحدود، أنا دأبت أن أسميه الاحتلال الثاني. عانى العراق من احتلالين، احتلال قميء نفذته عصابة المحافظين الجدد في 2003، واحتلال آخر نفذته إيران، استلمت العراق من المحافظين الجدد وسلطت على العراقيين هذه الوجوه الخبيثة التي تتحدث الآن فقط بنصرة ما يسمونه بالمذهب. وهذه في واقع الحال، حتى إذا ما خضنا عميقا في التاريخ، هي السبب الذي من أجله قتلت إيران، يعني بلاد فارس. بلاد فارس قبل 500 سنة لم تكن هكذا، ومن قبل 500 سنة وإلى حين وللحين الذي شرف الفرس أنفسهم بالإسلام لم يشكلوا مصدر خطر إلا عصبة قليلة منهم من المتعصبين القوميين الذين تركوا كتاباتهم. أما الممارسة العامة للشعب الإيراني أو للشعب الفارسي بمختلف انتماءاته طيلة الألف عام هذه لم تكن إلا ممارسات إسلامية، لم تكن تشكل خطرا على العراق، بل أن الخطر الذي كان سيأتي
بتحريض من هؤلاء أنفسهم الذين يحكمون العراق من أجدادهم. دكتور يعني. دكتور أعتذر منك، أتمنى كنت أتمنى نظل عندنا الوقت تسمح لنا ونستمع إلى هذا الحقيقة التأصيل أو التوطئة التاريخية، لأن الوقت ضيق. أريد فقط أن إيه تفضل تفضل أعطيني 30 إيه تفضل. أنا فقط أريد أن أدلل، فقط أريد أن أدلل بأن مصدر الخطر الذي تشكله إيران حاليا على العراق عمره 500 عام، سببه الصفويون وعقيدتهم التي تدعى الآن في أوساط هؤلاء المتسلطين على الحكم في العراق بأنه المذهب وأنهم ينصرون المذهب. الخلاصة القناعة أنهم بهذا يعترفون بأنهم ليسوا عراقيين أو ليسوا كل العراقيين أو لا يمثلون كل العراقيين، أنهم أقلية. فإذا هذا هو مفهوم الأقلوية كما تفضل أخي العزيز بأنه مفهوم يسمى بالمعارضة وليس نعم. السلطة. أشكرك تفضل. دكتور فارس الخطاب مساء الخير. مساء الخير. كان يقال أنه هذه النزعة الدموية الانتقامية عند هذه القوى التي كانت في إطار بين قوسين المعارضة متأتية وناتجة من حدة وشراسة الصراع بينها وبين النظام السابق. كانت هناك صراع بينه وبين هذا النظام، كانوا مطاردين والقصة المعروفة. الآن هؤلاء في السلطة 20 عاما في السلطة ما زالوا يتحركون يدفعون بهذه النزعة الانتقامية الثأرية الطائفية. الآن هم في السلطة بعد 20 عاما، لماذا لم يستطيعوا أن يتخلصوا من هذه الثقافة، ثقافة بين قوسين المعارضة ضد النظام القائم في العراق؟ بداية طبعا تحية لك أستاذ ماجد، وتحية للأخ العزيز الدكتور رافع، وأيضا أخي العزيز الدكتور عبد الوهاب القصاب. أهلا وسهلا. موضوع التخلص من الثقافة الحقيقة موضوع يعني لمن يريد أن يطور ذاته ومن ثم يطور حزبه أو تنظيمه، يبحث عن تطوير هذه المسألة عبر الأدوات التي تمكنه منها خلال فترة نضاله. هؤلاء الحقيقة عبارة عن مجموعة من المافيات ومجموعة من العصابات الرخيصة لملمتها أمريكا لظرف احتاجتهم فيه، وهو أن تضع من يقبل أن يتعامل مع الاحتلال في سدة الحكم. العراقيون جميع العراقيين الحقيقة لم يكن لديهم أدنى رغبة في أن يتولى أي منهم حكم العراق في ظل الاحتلال، وحتى هذه اللحظة. لذلك نجد أن العملية السياسية تدور الوجوه سنة بعد أخرى وانتخابات بعد أخرى، وهكذا حتى وصلنا إلى مفترق طرق خطير ربما أحدثت شرارته ثورة تشرين في عام 2019، لكن ما أسقط العملية السياسية الآن هو ما يسمى بالبيت الشيعي السياسي، والذي الحقيقة وضع الآن مسامير نعش هذا البيت من خلال ممارسات القائمين عليه، وعلى رأسهم نور المالكي بحزب الدعوة الذي يوصف دائما في العراق. لا يرد اسم حزب الدعوة إلا وترد معه مفردة العميد. هذا الحزب الذي ارتضى أن يحارب بلاده سواء قبل الاحتلال أو بعد الاحتلال، هو يعني نأخذ مثالا بسيطا على هذا الموضوع من خلال التسريبات. عندما يطلب نور المالكي أن يتحول الأحزاب السياسية والميليشيات من يعني تحت إدارة اطلاعات إلى إدارة الحرس الثوري، هذا يعني أننا الآن كنا نلعب على المكشوف. لا نحتاج إلى نظام مخابراتي يجعل لنا عناوين ويجعل لنا خارطة طريق مموهة. الآن نحن بيدنا السلاح وبيدنا القدرة في جميع المحافظات من خلال دس الحشد الشعبي في محافظات تحت حجة المحافظات المحررة والحفاظ عليها من تسللات داعش. نعم. هؤلاء الآن يسعون إلى تدمير العراق تدميرا شاملا، وهو ما أكده أيضا نور المالكي حينما قال أنا أحذر من حرب طاحنة دموية مقبلة ما لم نتخلص من مقتدى الصدر ومسعود البرزاني والحلبوسي. نعم. وهذا الموضوع الحقيقة أعد له إعدادا ربما دقيقا من قبل المخابرات المركزية الأمريكية التي
أنا أشك أنها هي التي استطاعت أن تقتنص هذه التسجيلات الصوتية من خلال أجهزة تنصتها، لأن أوراق هؤلاء الذين أتت بهم قد سقطت نتيجة رفض الشعب العراقي لهم بالكامل، وبالتالي وخوفا من ثورة شعبية مقبلة قد تطيح بالأخضر واليابس وأيضا تضيع على الإدارة الأمريكية والبريطانية بوصلة الموازنة في العراق، ارتأت أن توجد هذه الفتحة أو الثغرة في البيت الشيعي ليكون القتال ربما بينهم بينهم وليس كما يخطط له المالكي. أشكرك. من خلال التسجيلات على ذكر الحرب بينهم. دكتور رافع، هذه هذا العداء الكبير، حجم العداء الكبير الذي ظهر في كلام المالكي ضد حلفاء في البيت الشيعي، ضد الصدر وغير الصدر والآخرين، هل هذه العداوة الآن ولدت، نمت، نتجت بعد احتلال العراق والصراع على السلطة والنفوذ والمغانم والمصالح، أم هي عداوة قديمة ربما تعود إلى ما قبل عام 2003؟ هذه الميليشيات أو الأحزاب كانت في صراع دائم ربما على فتات ما يقدم لها، كما طبعا هناك تقارير تتحدث يقدم لها من الدول التي رعت هذا المشروع، هذه عداوة جديدة أم قديمة؟ والله أستاذ ماجد، يعني كل الذين قابلوا هذه القيادات التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن، ومن ضمنهم الأمريكان والبريطانيين الذين جاءوا بهم حقيقة والذين صنعوهم بهذا الشكل، كانوا يقولون في كل مذكراتهم، كل الكتب الآن اقرأها، كل المذكرات، كل التقارير التي كتبت من أجهزة استخبارات ونشرت، تقول يعني تدل على حقيقة واحدة، تقول أن الثقة مفقودة بين كل قوى العملية السياسية، لا ثقة بينهم. يعني كل هذه ما تسمى بالأحزاب، وهي نسميها أحزاب جزافا، هي ليست أحزاب، يعني كل هذه القوى المتجمعة، كل هذه الجماعات التي في العملية السياسية، اللي دخلت العملية السياسية متأسسة لحد اليوم، الثقة مفقودة بيناتهم، وشكل العملية السياسية بتصميمها هي شكل تنافسي، شكل تصارعي، العفو يعني مو تنافسي، لا صراعات، هناك دفع، كل واحد يدفع لكي يوسع مساحته، يوزع مكتسباته، يوسع ما يعني ما يأخذه، فبالتالي غنيمة كبيرة، العراق غنيمة كبيرة، ثروات كبيرة، أموال كبيرة، نفط كذا، دول ترعى، الكل يريد أن يبين نفسه للآخرين، هو القائد، هو الأساس، هو القادر على أن يلجم الآخرين، فهذه الشخصيات ظهرت، لذلك الخلافات بيناتهم ليست جديدة وليست وليدة هذه الساعة، هذه خلافات قديمة، لكن ما كان يوحد بينهم هو السرقة، القدرة على السرقة، القدرة على النهب، لذلك الأمريكان صمموا هذه العملية وتركوا العراق بهذا الشكل، يعني تركوه على الغارب مفتوح على أبواب لكي يسرق الكل، فيسرقون والشعب يزداد فقرا ويزداد قهرا ويزداد دمارا ويزداد خرابا ويزداد العراق يعني. والحقيقة المالكي تحدث عن فساد مهول عند الميليشيات وعند فصائل المسلحة، وتحدث ما هو الآن يتحدث عن فساد وكأنه هو الشريف الوحيد في العراق، هو في عهده 8 سنوات كل الأرقام تتحدث عن أكثر من 350 مليار دولار بددها في مشاريع وهمية، فهو جزء من هذا الفساد، هو شيخ هذا الفساد، هم كلهم هؤلاء، يعني هؤلاء الذين اختارتهم أمريكا، وسبحان الله يعني أنت تستغرب يعني كيف استطاعت أن تلوم كل هذه الوجوه، كل هذه القدرات النفسية والعقلية الخبيثة والمريضة بهذه الطريقة ليحكم العراق بهذا الشكل، بهذا الشكل المريض العبثي الإجرامي، يعني أنت تستغرب، هناك بلدان كثيرة، أنا يعني عندما تقرأ التاريخ كثير من البلدان تعرضت إلى احتلالات، إلى حروب، إلى حتى حروب أهلية، لكن لم تصل إلى مرحلة تحكمها مثل هذه العصابات، مثل هذه الميليشيات بهذه الطريقة وتستمر لمدة 20 سنة. والمصيبة أنه الآن هذا المالكي عندما تنظر إلى هذه التسريبات، تنظر إلى هذا الفكر الرث، إلى هذه الكلام، هذا السقوط الغريب عجيب، هذا الوصف، هذه التوجهات الغريبة الإجرامية، أنت يعني تندهش أنه هذه أمريكا وهذه سفراء العالم، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وما أعرف منه، يقعدون ويا المالكي ووزير الخارجية الفلاني ورئيس الدولة الفلاني، يجلسون مع هذه الشخصية القميئة بهذا المستوى، إذن ماذا يريدون؟ هم يريدون عراقا مدمرا بهذه الطريقة الحقيقة، واضح. يريدون أن يقود شخص مثل هذا، يعني لذلك أنا قلت هذه التسريبات لم تضف شيئا إلا أنه جاءت على ألسنتهم،
ولا ربما الأمريكان وغيرهم البريطانيين يملكون من التسجيلات على هؤلاء أكثر من هذه بكثير، وربما سيأتي اليوم الذي سيعرضونه، يعرفونهم جيدا، وإلا ما كانوا قد اختاروهم لحكم العراق بهذه الطريقة، لأنهم يريدون أن يدمروا العراق، وهؤلاء خير من يرعى مثل هذا المشروع. نعم. شكرا دكتور، أستاذ منك ومن الضيفين أيضا ومن المشاهدين الكرام، لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار تبحث في العقلية الطائفية والنزعة الثأرية الدموية لطبقة الحكم الطائفية في العراق بعد العام 2003. بعد الفاصل نعود بقوة معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في العقلية الطائفية والنزعة الثأرية الدموية لطبقة الحكم في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الدكتور عبد الوهاب القصاب والدكتور فارس الخطاب. دكتور عبد الوهاب القصاب، أيضا مما ورد في تسريبات المالكي أنه الحقيقة كان لديه إسهال في منح أو في كيل الاتهامات بالعمالة لشركاء في البيت الطائفي، لم يوفر أحدا في العملية السياسية عموما وفي البيت الطائفي من الصدر إلى الفالح إلى هذا العامري، اتهامات بالتخوين والفساد وغيرها. هذه أيضا ثقافة التخوين بقيت ملازمة لهذه الأحزاب الطائفية، لكن في السابق كما ذكر الدكتور رافع بطريقة أو بأخرى أنه كانت الحقيقة على المخالفين، الآن على النظراء، نظراء في البيت الطائفي، وأيضا هناك هوس بسفك الدماء وإضفاء قدسية أيضا على من يسفك هذه الدماء. هذه أيضا نقطة سجلت في التسريبات. لماذا أيضا الهوس بهذه الثقافة، ثقافة التخوين واتهام الآخرين بالعمالة؟ الأكيد أن يعني هذه الثقافة في واقع الحال يعني تمثل كما يمكننا نصفه بجينات وراثية، هم يتوارثونها، لأن انظر إلى التاريخ الذي يعني يجعلونه تاريخا لهم، ويعني انظر كم الصراعات الهائل بين من كان يدعي الإمامة هنا أو هناك، وبين الأخوة وبين أبناء العمومة وبين مستشاريهم أو سفرائهم الذين يعني فرضوا عليهم من قبل جهة يعني حقيقة غير معروفة في ذلك الحين. الآن نفس الشيء جاري. في ختام التسريب السادس للمالكي قال كلمة خطيرة، عندما كان يقول بأن كل من حولنا كان ينقل للحلبوصي كل ما يجري، وبعد ذلك قال كلمة يعني أنا هزتني شخصيا، أنه اتهم كل العراقيين الشيعة بأنهم أرادل. استمع إلى التقرير أو إلى التسريب مرة أخرى. نعم. شوف ما الذي قاله بعد أن قال بأن من بيننا وبين كثير منها، وأحد المتداخلين قال لهم أنهم اشتروا حتى مراجع، قال له ليس هذا، بل من بيننا من كان ينقل هذه الأحاديث إلى الحلبوصي مباشرة. ثم بعد ذلك قال كلمة بمرارة بدأت من لسانه بأن يعني هنالك كانت صفة الأراضي الموجودة لسوء الحظ، يعني مع الاحترام الكامل للعراقيين الذين يعني يتمذهبون بهذا المذهب. المشكلة أن هؤلاء كما قلت لك تحولت نتيجة التنافس على الدور. أنت انظر التنافس على موقع المرجعية في كل مرة. دكتور عبد الرب اسمح لي، هنا المالكي يتحدث عن معلومات عن عملية العمالة أو الشراء المراجع أو نقل ما يجري في اجتماعات الإطار، يتحدث عن معلومات أم أيضا في إطار
التسقيط والاتهام والتخوين لنظراء في البيت الطائفي؟ يعني الافتراضين ممكن ان يكون يعني افتراضان ممكن ان يكون صحيحا. نعم. الافتراض الاول ان اعماله مكشوفه، هو غير عالم، يعني هم يلعبون مع الكبار، مع كبار العالم، يعني مع الجهات المتنفذه في العالم. وهنالك من سرب تسريبا خطيرا واقع الحال اللي هو علي فاضل، قال بانه هنالك تسجيلات حتى في غرف نومهم، يعني هم لا يعلمون انه هم هو بيته في ضمن المنطقه الخضراء، وهو يعلم ان المنطقه الخضراء يمكن حتى تحت مستوى الارض بكذا مسافه يمكن ان تجري التسجيلات فيها. هم لا يعلمون ان همساتهم محسوبه عليهم، وهم لا يعلمون وربما يعلمون ويتغاضون بان الكثير من المتبرعين لنقل المعلومات هم من بينهم، وفي واقع الحال هو شخصيا كان في مرحله من المراحل من الذين ينقلون المعلومات، يعني هذا شيء مثبت عليه، يعني انا يعني لا استطيع تاكيده لكن مر علي في اكثر من كتابه، والاخوه الذين كانوا في اجهزه الامن الوطنيه في حينه يعلمون خير العلم من كان نور المالك. نعم. الان هؤلاء كل منهم يحاول ان يتهم الاخر، كما يقول عز البيت العربي رمتني بدائها وانسلت. نعم. هكذا هم حقيقه يعتاشون على هذه الشرذمه، ويعتاشون على هذا التخوين، ولايران دور كبير في خلق الصراعات فيما بينهم لكي لا يمكن ان يتغول احدهم بحيث لا يستطيع ان يتم الوقوف بوجهه. المالكي تحدث، دكتور اشكرك، تحدث عن جزء من تاريخ الصراع بينه وبين التيار الصدري عندما قال أن الإيرانيين زودوا التيار بصواريخ يعني ذكية حتى تقصفنا. أشكرك الدكتور فارس الخطاب في نفس نقطة المداخلة عن اتهام المالكي لشركاء بالعمالة للحلبوسي وللأكراد وشراء شخصيات أو يعني مراجع. هنا المالكي كأنه هذا الكلام عندما يسوقه، هذا الاتهام إنما يندرج في إطار العقلية الطائفية والتفكير الطائفي، كأن هناك تجيش أو تخويف للمجتمع في وسط وجنوب العراق، تخويفهم من ذهاب الحكم مرة أخرى إلى السنة، وهو يتحدث بهذا المنطق التشيع ولن نترك العراق والتشيع والمذهب وما إلى ذلك. تندرج هذه أيضا اللعبة، لعبة المالكي، في إطار التحريض الطائفي وتخويف المجتمع بين قوسين الشيعي من ذهاب الحكم إلى السنة؟ هو طبعا أنا باعتقادي أن واحدة من ميزات هذه التسريبات، واحدة من ربما من الأشياء الإيجابية فيها، أنه شعبنا في العراق من أصحاب المذهب الشيعي اكتشفوا بشكل مؤكد وليس بشكل مشكوك فيه أو مدعى عليهم من قبل بقية المذاهب في العراق والقوميات، اكتشفوا مدى هزالة وجرمية وتفاهة القيادات السياسية التي تمثل البيت السياسي الشيعي والبيت السياسي الشيعي الذي تسميه البيت الطائفي وهو طائفي. لذلك أنا أعتقد أن كل ما يقوله المالكي وحتى غير المالكي فيما يتعلق بالمذهب بات الآن غير مسموع وغير منظور بالنسبة لجماهيرنا العراقية في وسط وجنوب العراق من أصحاب هذا المذهب. القضية الحقيقة المهمة الأخرى أنه المالكي الآن وبقية العناصر والأحزاب والتشكيلات التي ربما تتآلف معه ضمن الإطار التنسيقي أو غيره، الآن بدأ حتى موضوع المراجع يسقطه، لأن المراجع الحقيقة لا تريد أن تضع أيضاً كلماتها في شخصيات مهزوزة وشخصيات فاسدة وشخصيات ترتكب جرائم وتهدر الدم العراقي. لذلك هو الآن استعان بما يسمى أئمة العتيق، بقيع، أئمة البقيع، كمرجعية ربما تمثل واحدة من أهم مصادر سفك الدماء في التاريخ الحديث، وهي تجيز القتل بشكل مباشر وليس أيضا عبر سلسلة من الافتاءات وسلسلة من المراجع التي تدخل في هذا الجانب أو ذاك.
أنا في تقديري هذه نهاية حتمية لهذه التشكيلات التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي، هذه نهاية حتمية لتغيير شامل في العراق. الآن الشيعة في العراق يعني نشاهدهم من خلال مقابلات على قناة رافتين وقنوات عراقية أخرى يقولون لقد فشلنا، لقد فشل من يمثلنا في العملية السياسية في أن يظهر المذهب الشيعي كمذهب وطني يعبر عن إرادة عراقية، يعبر عن رغبة بتطوير في العراق، بتحسين أوضاع المعاشية والاجتماعية والخدمية في العراق، وإذا بنا نتحول إلى بؤر للفساد وميليشيات تقتلنا قبل أن تقتل أصحاب المذهب الآخر، وهذا ما لا يوجد في المذاهب الأخرى. حقيقة أنا لم أستمع يوما إلى سني يقول نحن أولى بالحكم أو نحن يجب أن نحكم. هذه العقدة أوجدوها أئمة الكفر في هذا المذهب وهم المالكي وجماعته رغبة في تحقيق مستويات معينة من الشرعية للمذهب الذي يرتؤون به أنه يتحول إلى سيد في العراق على حساب جثث وأموال وأعراض العراقيين بشكل عام. لذلك الموضوع حقيقة على ما فيه من ربما أشياء تبدو مهمة لكنها أيضا هي مواضيع تمضي إلى إسقاط هذه العملية السياسية. نعم. التي يمثلون هؤلاء الشرذمة يمثلون الوجه الأكبر لها والوجه الأقبح لها، وهو ما سيكون بإذن الله سواء بأيديهم مع بعض أو بأيدي العراقيين حينما تحين الساعة لذلك. دكتور رافع، في واحدة من التسريبات كان هناك حديث بين المالكي وبين من يسأله أو يتداخل معه كما يعني استمعت واستمعنا، هناك رغبة بعملية سفك وإراقة الدماء، لابد من أن تراق الدماء. هل يمكن الاستناد إلى هذا الحديث وقبول المالكي به حتى وهو صامت من أن كل الدماء التي أريقت في العراق بذريعة الحرب على الإرهاب في المحافظات الغربية الشمالية والغربية والتظاهرات وآخرها حوالي 1000 شهيد في تظاهرات تشرين، هذه القوى هي التي سفكتها وليس شخصا آخر، لا المؤامرة ولا المؤامرة الإسرائيلية ولا الطرف الثالث وغيرها، الآن كأنه هذه التسجيلات وهذه اللغة تثبت أن من سفك الدماء بصورة مباشرة وغير مباشرة هذه القوى. أستاذ ماجد، وفي الحقيقة واقع الحال يقول كل دول الدنيا في كل أنظمة العالم أنه أي حكومة هي مسؤولة عن أمن أي حكومة أي سلطة هي مسؤولة عن أمن الناس وعن دمائهم وأرواحهم، فبالتالي أي سفك للدماء وقتل للناس هي المسؤول الأول. فلذلك كل الحكومات كل القوى التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن هي مسؤولة عن كل الدماء التي جرت. هذه نقطة راس سطر، هذه لا يعني لا تحتاج إلى لا أدلة ولا، لأنه هذا واقع الحال. حتى في دستورهم هذا يقول إنه السلطة أو الحكومة المشكلة مسؤولة عن أمن المواطن وعن حياته وكل ما يعني يرددوه حتى في هذا دستورهم المسخ هذا. خارج الدولة وخارج القانون أنه هناك سفك دماء، الدولة تتحمل مسؤولية عن منع سفك الدماء أو إزهاق أرواح المواطنين، لكن رجال الدولة ورجال السلطة هم من يطالبون ويطلبون رخصة لسفك الدماء، هذا أمر أعتقد غريب. إذا كانوا هم رجال دولة، هم ليسوا رجال دولة، هذه ميليشيات، هذه عصابات الآن بعنوان وظيفة والشعب العراقي رئيس الحكومة هو. لذلك يعني دعني أقول لك وكنت يعني في البداية أريد أن أقول هذا الموضوع، يعني لم تأتي هذه التسريبات لتدل الشيعة ولا السنة ولا الكراد ولا العرب ولا المسيحيين ولا المسلمين أنه من يحكمهم بهذه الطريقة هم مجموعة من العصابات والميليشيات والقتلة والمجرمين وسافكي الدماء، وأنه الفشل مرهون بهم بسبب هذه التسريبات. لا، واقع الحال أكد هذا. ولا ثورة تشرين في عام 2019 لماذا خرجت؟ الشيعة كلهم يعني هؤلاء الذين يعتبرونهم الحاضنة لهم هم الذين خرجوا وطالبوا بإسقاط العملية السياسية وحرقوا كل مقرات حزب الدعوة والميليشيات. نعم. إذن هناك قناعة من البداية أن هؤلاء لا يمثلون شيئا، وهذا لا يعني لا يقتصر، دعني أقولها بهذا الشكل، لا يقتصر على يعني شيعة السلطة وبدون الآخرين، لا، سنة السلطة أيضا وأكراد السلطة وكل القوى التي في العملية السياسية هي المسؤولة عن كل سفك هذه الدماء.
هي الملوثة أيديها، مثلما أموال العراق سرقت أكثر من 1.5 تريليون تريليون دولار سرقت من العراقيين طوال 20 سنة هذه، أيضا دماء أكثر من 1.5 مليون عراقي قتلوا وغيبوا. هذه الملايين التي خارج العراق من الكفاءات والقدرات هذه، منو طردها؟ منو خلاها يعني تعيش بأوطان غريبة وتتعايش وتستوطن هناك؟ هذه منو؟ هؤلاء الذين سكنوا في الخيام، هؤلاء المهجرين النازحين من مدنهم، دمرت مدنهم، من المسؤول عنها؟ الناس المغيبين اللي في قبور جماعية كانوا يعني يتباهون باكتشاف مقابر جماعية، ماشي طيب، وماذا فعلتم أنتم؟ المقابر الجماعية يعني مئات الآلاف من المقابر الجماعية، لا أحد يعرف وين أولاده، هذه قضية كبيرة جدا. نعم. فبالتالي أنت عندما تسمع هذه التسجيلات تكتشف من لسانهم أن هؤلاء فعلا مثل ما تقول هم من يسألون عن دماء كل العراقيين، كل الدماء التي سفكت بأيديهم وبرقابهم، لأنه فعلا هذه العقلية، هذه العقلية الإجرامية التي تبحث عن القتل والذبح والتفرقة والتمزيق، ولا المالكي عندما يصل إلى حد أنه أحمي نفسي أجيب من يستعين بالعشيرة 2001 يحموني، من أنت؟ هذه العقلية اللي تأسس دولة، هذا الذي يحكم دولة 8 سنوات بهذه الطريقة، بهذا التفكير المتدني، بهذا التفكير الواطي. أشكرك دكتور، هذا سؤال مهم أريد نسأل للضيوف الكرام الثلاثة. دكتور عبد الوهاب القصاب، استناداً إلى هذه اللغة المرعبة والمخيفة الدموية والثارية والانتقامية التي انتقلت من الخصوم والمخالفين إلى حتى الحلفاء، هل يمكن لهذه الطبقة أن تبني أو تعيد بناء الدولة العراقية بناء حديثا على أسس وطنية بنسيج اجتماعي واحد متماسك؟ هل يمكن؟ الجواب يعني من السؤال نفسه عزيزي أستاذ ماجد، هذه السلطة لها 20 سنة في السلطة، سلمت السلطة في غياب حقيقة، في غياب الحكمة من قبل الذين كانوا يعني متسلطين على البلد في حينه، وبشكل غبي أو متعمد، الطروحتين صحيحتين، سلموا هذا البلد إلى إيران، وإيران مملوءة بنزعة الانتقام، من انتقام من كل عراقي. يعني على الشيعة قبل السنة أن ينتبهوا أن العراقي ذو الكرامة العالية جعله ينحني إلى الأرض ويقبل ويخسر رجل شخص إيراني، ويظهر مسؤول إيراني على التلفزيون ويقول هذا جزء من عقاب الله العراقيين. انظر، يعني إذن هذه العصابة المتمكنة من العراق منذ ذلك الحين حتى الآن تحكم بهذه العقلية، ويحكمون بعقلية انفرادية حقيقة. يعني هم يتصورون نفسهم أنهم الوحيدون الذين لهم حق أن يعني يتسلطوا على العراق. أطروحتهم مخطوئة، المذهب والمظلومية شيء لم يكن في الحسبان، الآخرين لم يحكموا كسنة. المفارقة دكتور عبد القصب، المفارقة أن هذه الطروحات كان لها سوق، كان لها آذان مصغية في السنين الأولى، الآن ما عاد لها من آذان مصغية ولا مستمعون ولا مشترون، لكن هذه الطبقة ما زالت مصرة على تسويق هذه البضاعة الكاسدة المنتهية الصلاحية. أنا أتفق معك، وأضرب مثلا، كلنا يعني نتذكر قائمة التريبل فايف، 5555. نعم. عندما نزلت في أول انتخابات، أعتقد انتخابات حتى الجمعية الوطنية. نعم. الحالية يعني كسبت الملايين من الرأي العام في وسط جنوب العراق، وخليني بين قوسين الرأي العام الشيعي. الآن هذه النسبة 5-5-5 وكل ما تبعها 1-9-1-8-3 إلى آخره، كل ما تبعها لم تستطع أن تحوز على أكثر من 20% من المصوتين. والانتخابات الأخيرة التي يعني التيرنوفر يعني الحضور فيها كان بحدود 22%، 14-22%، حصة من انتخبوا هذه الأحزاب كلها
لم تكن لتزيد عن 6 إلى 9%. فإذا يعني هذا هو الجواب، أن هؤلاء فشلوا في إدارة الحكم، فشلوا في إقناع حاضنتهم بأنهم يمثلون الحكم، وفشلوا كذلك في إدارة أو يعني في تأمين أمانتهم على المال العام، وأكدوا ذيليتهم لدولة الجوار وأنهم يأتمرون بأمرها، وأن هذا القابع في قم هو ولي أمرهم هنا. يعني هذا يجعل المفروض يجعل من له بصيرة من العراقيين أن يتخذ موقفا من هؤلاء، ولكن علينا أنا يعني أن نكون حذرين. يعني هذا الواعز ممكن أن يوظف، ورأينا يعني العملية التي تمت بعد استشهاد بعض السواح نتيجة عمل يعني حقيقة أنكرته وزارة الخارجية التركية، وطالبت بتحقيق شفاف وتعهدت بالتعاون نعم لكي نكشف من هو. يعني واضح رد الفعل وإحراق العلم التركي وإنزاله من على السفارة والمطالبة بقطع العلاقات، أن يعني يمكن أن تحدث مثل هذه الأمور وتجد لها صدى. وهنا ينبغي حقيقة أشكرك. ينبغي أن نكون حذرين في التعامل مع ما سيأتي به المستقبل. هؤلاء دمويون، يعني يريدون أن يسيطروا على السلطة لأطول، لأن فقدانهم للسلطة ستعني سوقهم جميعا إلى قضاء العدل. لكن ما زالت لديهم دالة على الإقليم وعلى المجتمع الدولي عموما. دكتور فارس الخطاب، في السابق فيما يتعلق في نقطة إعادة بناء الدولة، في السابق هذه القوى الطائفية كانت تتحدث عن مؤامرات، عن المؤامرة، عن الصهيونية، عن إسرائيل، عن القوى الإقليمية التي تكره التجربة الديمقراطية، أنها هي التي حالت دون إعطاء الفرصة للنظام السياسي الجديد في العراق لإعادة بناء الدولة العراقية. لذلك أشغلت هذه الطبقة أو نظام الحكم بالتصدي لهذه المؤامرات. بعد هذه التسريبات تعتقد أن الأسباب الحقيقية قد اتضحت بالكامل للرأي العام في العراق، أن المشكلة في هذه الطبقة وهذه العقلية الطائفية والثأرية والانتقامية؟ هو الحقيقة الآن يعني هم فضحوا، يعني فضيحة كبيرة، وكما يقول الأخوة المصريين يعني فضيحة بقلاقل، لأنه لم تكن هناك مؤامرات إسرائيلية ولا مؤامرات تركية ولا مؤامرات سعودية. المؤامرات ظهرت بشكل يعني واضح وجلي بينهم، يعني بين تيار الصدري وتيار حزب الدعوة، بين الحشد الشعبي بقيادة فالح، وبين العصائب، بين العصائب وبين كذا، حتى على جهة المرجعية أيضا هناك صراع هائل بين هذه القوى على مرجعياتهم وعلى ما توصي به مرجعياتهم من أساليب ربما تخص الحكم أو تخص الإدارة المالية والإدارة السياسية للبلد وتوجهاته. الموضوع التآمر على هذه المجموعة لا مجال له، لا للتصديق الحقيقة ولا للتطبيق. المجموعة هي أدوات وضعت على هذه السدة من الحكم من أجل أن تستمتع بالأموال الحرام، من أجل أن تستمتع بالقتل، قتل العراقيين، لأن من جاء محتلا للعراق لا يريد العراقيين أن يرفعوا رؤوسهم كعراقيين ويختاروا طريقا وطنيا يقصر من عمر المشروع الأمريكي البريطاني. هناك مشروع أمريكي بريطاني في العراق، ليس هناك فقط احتلال ثم لا شيء بعده. دكتور أشكرك. دكتور فارس أعتذر، ما عندك عدة دقيقة واحدة خصصناها، أريد نخصصها للدكتور يعني رافع الفلاحي بمناسبة ختام هذه الحلقة. دكتور، هل يمكن أن نشهد في المرحلة القادمة أيضا تسريبات صوتية من خصوم المالكي، يعني أو من التيار الصدري ومن الخصوم الآخرين، على غرار التسريبات التي يعني سربت للمالكي؟ كل شيء متوقع أستاذ ماجد، وبالتالي هذا لا يثبت شيء، لا يثبت إلا ما قالته القوى كل المناهضة للعملية السياسية والاحتلال، إنه هؤلاء ليسوا رجال حكم، وهؤلاء من أوصلوا العراق إلى هذا المستوى السيء، من أوصلوا العراق إلى قعر الهاوية. هؤلاء ولا ما كان العراق يصل لولا هكذا قيادات، لولا هكذا نفوس، لولا هكذا عصابات تحكمه. وهذا واقع الحال. لو كان فيهم رجلا، لو كان فيهم حكيما، لو كان فيهم إداريا، لما وصل الحال إلى هذا المستوى.
هم يشتركون في كل هذه كل هذا الإجرام، كل هذا الفساد، كل هذا الخراب. أشكرك. لا تستطيع أن تميز أحدا عن أحد، فممكن أن تطلع التسريبات على كل القوى هذه وكلها متهمة، وخرجت التسريبات أو لم تكن هناك تسريبات، هم مسؤولين. أشكرك. يعني يتحملون كل المسؤولية عن ما حصل في العراق من سفك للدماء وقتل الأرواح وتهجير وتدمير وغياب كل شيء. الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي كان معنا هنا في حلقة الليلة مطالب حوار في الاستوديو. كما نشكر أيضا ضيفنا من واشنطن زميل المركز العربي للدراسات أو الأبحاث ودراسات السياسة الدكتور عبد الوهاب القصاب عبر سكايب، وشكرا لضيفنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس الخطاب وكان معنا عبر سكايب من لندن. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.